السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. ماذا تدرس؟ من يعرف ماذا تدرس هنا في الفصل؟ نعم، تستطيع تقرأ هذا المكتوب على السبورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المادة اللغة العربية. المادة اللغة العربية، تمام. الموضوع. الموضوع. الدرس الأول. الدرس الأول. الدرس الأول. مرحبا. مرحبا، نعم. محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. إذا لابد أولا قبل أن نقول مرحبا أول شيء نقول السلام عليكم، تمام. نعم، اشرح لهم هذا أستاذ. السلام عليكم لأن هذه هي تحية أهل الإسلام، لابد أن نبدأ أولا بالسلام ثم بعد السلام نقول مرحبا كيف الحال. جزاك الله خير، نعم.